بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 26 من سلسلة الدروس قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله، وذلك ضمن أنشطة الموسم الثاني من برنامج إعداد طالب علم مميز في مركزنا مركز إحياء علوم الدين. ووصلنا في باب التواضع إلى البدل. قال في الأصل: والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، وهو ستة: بدل كل نحو مفازا حدائق، وبعض نحو من استطاع، واشتمال نحو قتال فيه، وإضراب وغلط ونسيان نحو تصدقت بدرهم دينار بحسب قصد الأول والثاني، أو الثاني وسبق اللسان، أو الأول وتبين الخطأ. سيأتي شرح هذا الكلام مفصلا بعد قليل. قال في الشرح: الباب الخامس من أبواب التوابع البدل، وهو في اللغة العوض. قال الله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. وفي الاصطلاح: تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. فقول تابع جنس يشمل جميع التوابع، وقول مقصود بالحكم مخرج للنعت والتأكيد وعطف البيان، لأنها ليست المقصودة بالحكم، فإنها مكملة للمتبوع المقصود بالحكم، لأنها مقصودة بالحكم. وبلا واسطة مخرج لعطف النسق، لأنه بواسطة الأداة، كجاء زيد وعمر، فإنه وإن كان تابعا مقصودا بالحكم ولكنه بواسطة حرف العطف. وأقسامه ستة، أقسام البدل: أحدها بدل كل من كل، وهو عبارة عما الثاني فيه عين الأول. هذا يعني كل من كل. إيش يعني كل من كل؟ الثاني هو عين الأول بتمامه، كقولك: جاءني محمد أبو عبد الله، جاءني محمد أبو عبد الله. فأبو عبد الله هو محمد. وقوله تعالى: مفازا حدائق، المفاز هو الحدائق. وإنما لم أقل بدل الكل من الكل حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال أل على كل، وقد استعمله الزجاجي في جمله واعتذر عنه بأنه تسامح فيه موافقة للناس. هذا ربما أكثر النحاة لا يجيزون هذا، بسبب أن هذه الألفاظ موغلة في الإبهام، يعني واضع اللغة حينما وضعها جعلها لتكون مبهمة لا لتكون معينة، فحينما تدخل عليه أل التعريف كأنك تناقض وضعها اللغوي. ولكن تسامح الناس، ولا سيما الفقهاء، ولا سيما يعني أهل المصنفات الفقهية والقانونية، فيقول مثلا: إذا قام به البعض سقط الإثم عن الكل. فالبعض والكل هذا خلاف الأصل، الأصل لن نقول هذا، يعني أصلا تقول إذا فعلها بعضهم سقط عن باقيهم، لأنها لا تقبل إلا التعريف. ويعني ممن أجاز ذلك أبو علي الفارسي، وأجرت مجامع اللغة العربية لا سيما في دمشق والقاهرة على جواز هذا في الألفاظ القانونية والفقهية، الألفاظ القانونية والفقهية أجازوا فيه هذا. نعم، فالشيخ يعني تكلم على الأصل، يعني بدل كل من كل. وإنما لم أقل بدل الكل من الكل حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال أل على كل، وقد استعمله الزجاجي في جمله واعتذر عنه بأنه تسامح فيه موافقة للناس. والثاني بدل بعض من كل، الأول قلنا، الثاني عين الأول، الآن بدل بعض من كل، يعني الثاني بعض الأول، ظاهر من اسمه. وضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول، كقولك: أكلت الرغيف ثلثه، وكقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع هم بعض الناس،
فمن استطاع بدل من الناس، هذا هو المشهور. وقيل فاعل بالحج، قيل هنا على صيغة التمريض، أي ولله على الناس أن يحج مستطيعهم. نعم، وقال حج مصدر. نعم، وقال الكسائي إنها شرطية مبتدأ والجواب محذوف، أي من استطاع فليحج، ولا حاجة لدعوى الحذف مع إمكان تمام الكلام. قلنا الأصل أن لا يحذف الكلام، لماذا؟ لأن الحذف خلاف الأصل، لأن الحذف مجاز وعدم الحذف حقيقة، والأصل في الكلام الحقيقة، ولا نعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا لمسوغ. ولا حاجة لدعوى الحذف مع إمكان تمام الكلام. والوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحج، وذلك باطل باتفاق، فيتعين القول الأول. وإنما لم أقول البعض بالألف واللام كما قدمت في كل، نعم، وهو أن هذه الألفاظ موغلة في الإبهام، فالأصل أن لا تقبل التعريف بأل. والثالث بدل الاشتمال، وضابطه أن يكون بين الأول والثاني ملابسة بغير الجزئية، بعض من كل، الملابسة هي الجزئية، الثاني لا، بينهم اشتمال، لكن هذا الشيء ليس قابل للتجزئة، كقولك أعجبني زيد علمه، وقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فبينهما التباس، بين القتال، بين الشهر الحرام وبين القتال فيه، بين زيد وعلم زيد يوجد التباس، هل تستطيع أن تفصل علم زيد؟ لو استطعت أن تفصله عنه لقيل عند ذلك بعض من كل، ولكن هنا ملابسة، لكأن زيدا يشتمل على العلم وغيره، وكأن الشهر الحرام يشتمل على العلم القتالي وغيره، ذلك سمي بدل اشتمال. ونبهت بالتمثيل بالآيات الثلاث على أن البدل والمبدل منه يكونان نكرتين، نحو قوله تعالى مفازا حدائق، ومعرفتين مثل الناس ومن، ومختلفين مثل الشهر وقتال، إذن كل ذلك جائز. إنما الإتباع مدام حصل الإبدال معرفة من معرفة ونكرة من نكرة ونكرة من معرفة وكذا، إذن التابعية تكون في الإعراب، التابعية في الإعراب وليس في التعريف والتنكير. نعم، والرابع والخامس والسادس جعلهما على نسق معا لأنهما من جنس واحد، لكن يحدده مثلا النية أو قصد المتكلم وهكذا، أو يعني الحالة التي هو فيها، هل هو نسي فصحح، هل هو كان يريد شيئا فأخطأ عن غير قصد وهكذا. قال والرابع والخامس والسادس بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان. الإضراب من اسمه أن تضرب عن كلام السابق، والغلط يعني أنت غلطت فصححت، والنسيان نسيت فتذكرت بعد ذلك، كقولك تصدقت بدرهم دينار، فهذا المثال محتمل لأن تكون قد أخبرت بأنك تصدقت بدرهم ثم عن لك بأن تخبر بأنك تصدقت بدينار، يعني عن لك هنا الآن أضربت عن كلام السابق، وهذا بدل الإضراب، ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدينار فسبق لسانك إلى الدرهم، وهذا بدل الغلط، يعني أخطأت فصححته فهو بدل الغلط، ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدرهم فلما نطقت به تبين فساد ذلك القصد، وهذا بدل النسيان، يعني نسيت فأخبرت بشيء آخر ثم صححت بعد ذلك. وربما أشكل على كثير من الطلبة الفرق بين بدلي الغلط والنسيان، وقد بيناه، ويوضحه أيضا أن الغلط في النسيان، الغلط في اللسان، والنسيان في الجنان. يا سلام، لاحظ الصياغة،
صياغة بالمحسنات. شوف لسان جنان، لسان نسيان. فهذا العلم قد مر بمراحل، تحقيقه ثم تدقيقه ثم تنميقه ثم تزويقه هكذا. فحينما يصاغ بعبارة بديعة يعني الإنسان يحفظ هذا ويكون عذبا محببا لديه، فيقول لك هذا احفظوها جميلة. الغلط في اللسان والنسيان في الجنان يعني في القلب. قلنا لكم فيما مضى في درس عطف البيان، كل ما جاز أن يعرب عطف بيان جاز أن يعرب بدلا، فبينهما نسب. ولذلك باب البدل أوسع من باب عطف البيان، لأن البدل ينوب عن عطف البيان ولا عكس، فعطف البيان أخص، فأكثر الحالات التي تعربها عطف بيان يجوز لك أن تعربها بدلا إذا حصل مانع، كما تحدثنا في الدرس الماضي. فعند ذلك يتعين عطف البيان. لماذا؟ لأن البدل كما قلنا على نية إسقاط المبدل منه وعلى نية تكرار العامل، وهذه ضوابط حتى تعرف أن الكلمة بدل أم ليست بدلا. يعني كل الأمثلة السابقة تعالوا معي إليها، حينما أقول مثلا نبدأ بمثل بدل كل من كل، إذا قلنا مثلا جاءني محمد أبو عبد الله، فإذا أسقط محمد قلت جاءني أبو عبد الله، صح الكلام بلا إشكال، إذن تعلم أن هذا بدل. يعني إذا أسقطت المبدل منه وهو محمد هنا صح الكلام، فتقول جاءني أبو عبد الله، أو يقولون على نية تكرار العامل، جاءني محمد جاءني أبو عبد الله، فكررت الفعل فصح فلا إشكال في هذا. مفازا حدائق، لو قال حدائق أيضا المعنى سيكون تاما. وكذلك مثلا ولله على من استطاع حج البيت، ولله على الناس حج البيت، لله على المستطيع الحج مثلا، على من استطاع، وهكذا. هنا كما تحدثنا في الدرس الماضي أثناء عطف البيان، إذا وجدنا أن هذا الضابط غير موجود ولا نستطيع إسقاط المبدل منه، عند ذلك لابد أن تقول عطف بيان. ومثاله الشهير شاهده أنا ابن التارك البكري بشرين، فهنا تعذر. وذكرت لكم ما علموكم إياه في المدارس في قضية يا أيها المعلم يا أيها الرجل، قلنا درج المعربون على أن يعربوا في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في بلاد المسلمين، مقررات المدارس هكذا، يقول لهم إذا كان مشتقا مثل المعلم تقول نعت أو صفة، فإذا كان جامدا تقول بدل. بالنسبة للمشتق الأمر يسير، لكن المشكلة في قضية الجامد يا أيها الرجل، فإذا ما أردنا أن نطبق القاعدة وكررنا العامل أو أسقطنا المبدل منه فقلت يا أيها الرجل، فقلت يا الرجل، لا يصح هذا، لا يمكن نداء ما فيه ال، لا ينادى يعني إلا على سبيل الشذوذ، أو جاء في الشعر وكذا
عباس يا الرجل المتوج والذي عرفت له بيت العلا عدنان. وهذا كلام يعني شاعر قاله، قاله شذوذا، قاله ضرورة، الضرورة هنا الضرورة الشعرية هي التي جعلته يفعل هذا الشيء. فعند ذلك الأفضل أن يقال هذا عطف بيان. ولكن لعل عذرهم في هذا كما قلت لكم في الدرس الماضي أن مبحث عطف البيان أصلا لا يدرسونه في المدارس، مدارس الدولة غالبا. لماذا؟ لأنهم استغنوا بالبدل عنه، فقالوا ما دام معظم الحالات يمكن أن يكون بدلا فيعني خلاص لا نعطي عطف البيان. وأيضا بما أن مبحث عطف البيان وقد أوفيناه حقه في الدرس الماضي، بما أنه جديد عليكم أو على كثير منكم خاصة من لم يقرأ على المشايخ، يعني أيضا خذ قاعدة حتى تبين لك المسألة، وهي قولهم عطف البيان في الجوامد كالنعت في المشتقات. عطف البيان في الجوامد كالنعت في المشتقات. الآن حينما تنعت في المشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول، كذا، فهذا نعت. هنا عطف البيان مثله، مثله لو قلت مثلا أقسم بالله مثلا أبو حفص الولي مثلا أو الصالح، الصالح أو الولي هنا لاحظ صفة، فأنا نعته بمشتق. لكن حينما قال أقسم بالله أبو حفص عمر وهذا جامد، يقال هنا عطف بيان. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث التوابع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تبتعدوا كثيرا لأننا سنعطي درس العدد في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وآخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.